بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه اللفتة السريعة. كثير ناس سألوني عن البروجكت فايل وكيف نستخدمه. بدي أحكي سريعا عن هذا الموضوع. البروجكت اللي هم الفايلات العمل الموجودة داخل كل كورس عنا أو معظم الكورسات الموجودة عنا حديثا. هذا الموقع تبعنا، الموقع الجديد .inspot، الموقع تبعكم اللي بيتمنى انه يكون فاتحة خير ويعم عليه الخير علينا وعليكم وتتعلموا فيه اشياء مفيدة. هذا الموقع اوكي تحت popular courses وفي تحت بعض المعلومات. اول شيء بدك تعمل sign in. بتمنى انه كل واحد يعمل sign in. اذا عامل اول شيء register، طبعا تسجيل، اذا انت مسجل من قبل بتعمل ساين ان. اوكي سهل كتير وما بده اي شيء التسجيل. اكتب اسمك، سواء اي اسم انت داخل فيه، وحط الباسورد اوكي ساين ان، ما بدها اكثر من هيك، زيه زي اي موقع تاني في العالم. هون البيانات، بتمنى انك تضيف كل البيانات وبيانات صحيحة وتضيف معلومات وتحط صورة إلك. طبعا هنا إن شاء الله بالمستقبل بتصير تنشر شغلك وطريقة الكونكشن عليك. هون مثلا الفيسبوك، تويتر، الجوجل بلس، واليوتيوب والباقي، وسيف تشينج. بعد ما تعمل ساين إن، أنت الآن هذا البروفايل تبعك مباشرة طلع اسمك هون وطلع البروفايل إلك. هذا البروفايل اللي عامله أنا بس تيست. بتروح على قائمة كورسز، وداخل الكورسز بتشوف الطريقة أو البروجكت بدك إياه، وليكن هذا ريندرينج. لحد الآن، لحد تاريخ اليوم، لسه مو كامل، والآن في طلاب مسجلين عنا. بتمنى من الجميع يحط صور ويظبط بروفايله أكثر. آخر كورس عنا جاهز اللي هو الريجينج. لو كبست على الريدنج مثلا هتلاقي في معلومات عن الكورس وفي take this course. هذه برضو ناس كثير سألوني عنها. اول شيء اكبس take this course. لما تكبس على اي درس بدون ما تاخذه حيطلع لك مباشرة take this course. اوكي لا تخاف من هاي المسج، take this course، take this course يا ابن الحلال، take this course. بس كليك على take this course مباشرة. لما تكبس take this course بصير اسمك مسجل هنا مع الستودنت، مش شرط تشوفه لانه كل ما مرة تعمل ريفرش حيطلع ناس جداد. اذا صارت باللون الازرق او باللون اخر يعني بانك انت مسجل، وهون حيعطيك انت الليسنز اللي انت درسها. تقدر تحط كويشنز على كل سؤال، على كل درس داخله في سؤال بتحط عليه بيطلع لنا هون الاسئلة كاملين والاجابات عليهم ان شاء الله تأتيكم. الان بعد ما تسجل في الكورس تقدر تدخل على كل لسن وتحضر الدرس. اوكي دروس شغالة، ناس كتير سألوني عنها، دروس شغالة ما شاء الله عنها وزي الحلاوة. انا الان درس رقم 3. لو في عنا اسهم هون يمين بصير درس رقم 4، ودرس رقم 5 اللي هو next، او ترجع باك على previous اللي هم 5 4 3 بالاسهم. اوكي لو كبست على الـ X حيرجعك على الكورس نفسه اللي انت عليه اللي هو الريجينج. اوكي اهم شيء اللي نحكي عنه اللي هو داونلود بروجكت فايل، حمل مشروع العمل. اوكي بس مباشرة انك كليك واحدة عليها حينزل فايل صغير عندك. هون بدا عندك ريندر، سواء كنت انا عم بعرض الفايل على الكروم اللي هو من جوجل، سواء كنت تشوف اي براوزر تاني للانترنت اللي هو الانترنت اكسبلورر العادي او الفايرفوكس او اي شيء تاني، حينزل المشروع هون. عم بنزل عندي النت اليوم ضعيف، ما بعرف شو موضوع. كل الاحوال بنزل البروجكت، وخلال ما ينزل خلني اعمل ستوب للتسجيل وبرجع لكم بعد ثواني ان شاء الله. السلام عليكم. وبهاي الثواني البسيطه حتلاقي عندك البروجكت صار داخل ماي كمبيوتر. اوكي حتلاقي الداونلودز، هتلاقيه في داخل الداونلودز. اوكي بتسحبه وبتحطه على الديسكتوب، من هنا تسحبه وتحطه على
ديسكتوب. من ديسكتوب ممكن تكبس على رايت كليك وتكبس على اكستراكت هير، او تكبس على دبل كليك هتلاقي فيه صار في عندنا مايا كاركتر بروجكت ريدينج اللي هو اسم البروجكت، اسحبه وحطه على الديسكتوب مرة اخرى. الان هذا الفايل اللي راح نستخدمه على الانترنت، الان على على المايا. الان ما عملنا ولا اي شيء غير انه نزلنا الفايل من الانترنت. ثاني خطوه مباشره افتح برنامج مايا، وليكن ايش النسخه اللي عندك. انا النسخه اللي عندي هلا 2014، ثوان معدوده ويفتح المايا. اوكي، انت الان داخل مايا. اهم شيء تعمل عليه سيت بروجكت، يعني روح على قائمه فايل. هاي يا جماعه دروس بدروس البيسكس اخذناها، لازم تكون عارفها. على كل الاحوال سهله كثير، ما بدها ولا اي شيء. فايل اعمل سيت بروجكت، او بتقدر تروح على تعمل اوبن سين. في عندنا هون ضفوها جديد، مو جديد يعني من مايا من كم فيرجن. سيت بروجكت نفس الشيء، تكبس على سيت بروجكت، روح على من الشمال هون على الديسكتوب، او من فوق روح على الديسكتوب مكان ما حطيناه، براوز ذا فايل اسمه مايا كاركتر انيميشن بروجكت ريجينج. اوكي، مجرد انك كليك واحده عليها اكبس سيت، صار عندك الفايل هون على الشمال كل الفايلات الموجودة داخل البروجكت. اكبس على سين هتلاقي فيه كل الدروس الموجودة. لو كبست على اي لسن فيهم مثلا ريج لسن 11 اكبس دبل كليك، ممكن يطلع بدون تكستشر. هون الفايل اللي عندك اكبس دونت سيف، ممكن يطلع عندك بدون تكستشر. ممكن اذا طلع بدون تكستشر، انا عندي طلع بتكستشر لانه الفايل انا فاتحه من قبل. ولكن امامك خيارين، اكبس على، ممكن تكبس على رقم 6 على الكيبورد مباشرة يطلع التكستشر. هذه طريقة. اذا ما طلع التكستشر لازم انتبه انه يكون في داخل البروجكت على السورس ايمجز يكونوا في الصور اللي عملناهم بالتكستشرنج. يعني داخل افتح البروجكت نفسه هتلاقي السورس ايمجز، اكبس دبل كليك هتلاقيه فاضي. هم موجودين ولكن في كورس اخر، الكورس اللي عملنا عليه تكستشرنج. روح مباشرة على الانترنت وروح على كورس التكستشرنج، واعمل داونلود بروجكت مرة تانية، اكبس عليها حيبدأ ينزل مباشرة. بعد ما يخلص على طول روح على قائمة داونلود، وكالعادة هتلاقي في عنا المشروع الجديد. المشروع الجديد اللي هو التكستشرينج، تقدر تكبس دبل كليك عليه وعلى الماي بروجكت تكستشرينج، وتروح على سورس ايمجز وتاخذ كل الفايلات الموجودة تعملها كوبي كنترول سي، او تفتح على الريجنج فايل الريجنج اللي عندنا، وتروح على سورس ايمجز وتعمل بيست كنترول في بيست، او اسحبهم كلهم حددهم كاملين الاول، بعدين شيفت حدد الاخير حتحددهم كاملين، واكبس واسحب وحطهم على المكان السورس ايمجز داخل الريجنج. بس مباشرة ما انك عملت هذه الطريقة، اذهب الى المايا وسكر الفايل او افتحه مره ثانيه فايل اوبن. هتلاقي لسن مثلا 11 اللي هو اخر درس في الريدنج، واعمل اوبن واعمل دونت سيف، حيفتح عندك مباشره مره اخرى وداخله كل الصور دون اي مشاكل، وفيها يور انيميشن موجود والريدنج موجود والتكستشرنج موجود. استمتع بالفايل، الفايل هذا للتدريب فقط، يعني لا تستخدمه باشياء تجاريه، مو كثير فخم هو، ما في اي شيء زياده، بروجكت بسيط في بس تعليم الى المايا. بتمنى لكم التوفيق والعلم والخير، بتمنى انكم تنشروا الموقع
وتحكوا لأصحابكم، خصوصا اللي بدرسوا في الجامعات والكليات. بتمنى لكم مزيدا من التفوق ومزيدا من النجاح. ادعوا لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.